الحمد لله على كل شيء طبعا، بس انت بتتكلم على المروحة؟ هي دي الهم؟ انا خلاص عرفت هنشتغل ايه. يلا يا عم سيد، احنا هنبطل نشتغل في الخردة، احنا هنعمل طيارة، وادي اول قطعة فيها المروحة الجانبية. شكرا على العلامة يا رب، شكرا يا رب. طيارة؟ لا بقى، انا نفسي في غواصة. انت جيت في جمل، اعملها لك طيارة وغواصة كمان. شكرا يا رب. انا سمعت كل حاجة وما فهمتش اي حاجة طبعا كالعادة. بس بما ان الحاج عزوز قال طيارة والحاج سيد قال غواصة، انا بقى بقول ان هي سفينة. وهزيد برضو في الزيتة. وهو فيه أحلى من الأسفلت وعفاريت الأسفلت. ما نحط رجلنا على الأرض ونخلينا واقفين كده على حاجة سوليد. وعربية، عربية علشان نعناها ما تزعلش. هتبقى أسرع طيارة وغواصة وسفينة وعربية فيك يا مبابة، وهسميها الفريرة. أخيرا يا رجالة، بعد سنين وسنين من التعب والعرق والدموع قدرنا نحقق حلمنا ونصنع الفريرة. انت فيك شيء لله يا حاج عزوز. فاكر العلامة؟ فاكر المروحة اليمين دي؟ معقول انسى يا سيد؟ صدفة زي دي ربنا بعتهالي علشان اغير حياتي كلها. مين يقول اني ممكن اتكعبل في مروحة طيارة وانا بدور على حلمي؟ انت مش فهمتني انك بتدور على الهام. يلا مش مهم، المهم ان العلابة غيرت حياتنا كلنا. تلاقيها كانت مروحة طيارة قديمة من مخلفات الحرب العالمية الاولى. يرزق التعبان في الشق. تصدقوا انا اول مرة اسمع حكاية المروحة دي. هيا عقلك المحدود يا بنت يا حاجة نعناعة ما كانش ممكن يستوعب عظمة الموقف ولا جلال العلامة ولا يوه. ده شفاط الحمام بتاع امي، اصلك انا رميته ديك النهار في المطار علشان يعني قدم وبدأ يخرف ويلخبط ما بين الشفط والطرد، والصراحة الموضوع ده عمل ماشي. شفاط حمام مامتك؟ شفاط حمام مامتك؟ شفاط حمام مامتك؟ يعني ايه؟ مفيش علامة؟ كنت ماشي ورا سراب. انت مش الهام ولا حلمي. ومات جدي بصدمته، بس قبل ما يموت وصاني بشدة ان السر ده لازم يموت معاه، واني انسى كل الكلام ده تماما، وان مفيش مخلوق يشم خبر عنه، واني اكمل اللي هو عمله واحقق له حلمه الفريرة. وعلشان كده انا صممت ان كل الناس تعرف قصته علشان اخلد ذكراه و لا ما شاء الله نبيها قوي، بتنفذ وصيته بالحرف. دي قصة مؤثرة جدا جدا فعلا. اما قصة عبرة صحيح. قلتلك انما احنا شفنا الدموع والعرق بس، فين الدم؟ هي مش المروحة وقعت على رجله؟ يبقى كده اتعور وخر الدم. كات، الاعداد فين يا اخوانا؟ مش تحضروا شغلكم قبل ما اجي اصور؟ ده كلام ده؟ قالك دموع وعرق ودم وشفاط؟ شفاط ايه بس؟ هلا هي قفشت ليه كده بس؟ ما بتستحملش منظر الدم؟ جمهوري يقول علي ايه؟ افلس؟ ما تهدي علينا حبة عسلية. عسلية؟ طب اغسل لها وشها كده واتفرج عليها،
هتلاقيها شبه سامح حسين. جده عنده فلات فوت؟ لو مش هنقدم للناس حاجة ليها قيمة يبقى نقعد في بيوتنا. طب والله نظرية برضو. شوفولي لو نلحق نروح نسجل مع الفنانة التي أثار الفستان التي ارتدته في عيد ميلادها سخرية مواقع التواصل الاجتماعي، أو الفرخة اللي بتكتب حكم وأقوال مأثورة بالحبوب مكياج. وأنا اللي كنت بدأت أتأثر. طب والله الفلات فود كان أعمق. طب ينفع نيجي معاك نشوف فستان الفنانة؟